يلا. نعم. احنا هنجمع ارقام تليفوناتكم بعد الحصه، وانا هعمل لكم جروب على الواتساب هبعت لكم عليه كل اللينكات وكل المعلومات. ماشي. بس يا محمد. طيب يا شباب، انا مش عايز صوت خالص بقى دلوقتي. احنا زمان في اعدادي كنا بندرس ماده اسمها ساينس، اللي هي بالعربي بيسموها العلوم. تمام. الماده دي كبرت فجاه وانقسمت لثلاث فروع كبار. فرع اسمه كيمستري، دي الحاجه اللي بتدرس الرياكشنز والتفاعلات ما بين المواد، حاجه مالناش دعوه بيها. وماده اسمها فيزيكس، بتتكلم على القوانين اللي بتحكم الحياه، زي سرعه العربيه، زي حاجه وقعت من على جبل، مش عارف ايه، مالناش دعوه بيها. وعلم حلو قوي 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 اسمه بيولوجي. تمام. ماشي. من اول بقى دلوقتي انا عايزك تركز معايا عشان تفهم معنى كل كلمه. تمام. من اول العنوان، ايه كلمه بيولوجي دي؟ بيولوجي دي مقسومه لنصين، المقطع الاخير ده اولوجي. اولوجي يعني ساينس، يعني علم، وبايو يعني الحاجات الليفنج، الحاجات الحيه، الحاجات العايشه. علشان كده البيولوجي بالعربي اسمه علم الاحياء. وعلم الاحياء ده مقصود بيه ان ده العلم اللي بندرس فيه الكائنات الحيه، الليفنج اورجانيزم، بما فيها احنا. تمام. وعلشان كده الماده دي ممتعه. ممتعه ليه؟ ممتعه ليه يا محمد؟ عشان احنا بندرس فيها حاجات متعلقه بيها بجسمنا احنا. يعني معلومه اقولها لك تقدر تربطها بحاجه انت بتعملها في البيت كل يوم. تمام. فعشان كده ممتعه جدا، حاجه انت ممكن تفهمها، فتبقى وانت ماشي في الشارع شايف الشجر والبلانتس حواليك، تبقى في ده بيحصل ده عشان الحاجه اللي خدناها في البيولوجي. تمام. عشان كده الماده دي ممتعه، عشان تقدر تربطها بحاجات في الحياه اكتر كتير من الكيمستري ومن الفيزيكس. تمام. ماشي. نبتدي بقى الماده بتاعتنا. انا في الاول عايز اقول لك ان المنهج بتاعنا في سمستر 1 او في الترم الاولاني منقسم الى 2 يونتس. هقول لك دلوقتي اليونت 1 ويونت 2 بيتكلموا عن ايه، بس تعالى كده اسالكم كام سؤال. مين يعرف اصغر حاجه في جسمنا ايه هي؟ السيلز. حد عنده اجابه تاني؟ السيلز دي اصغر حاجه، صح؟ ماشي، حلو الكلام ده. بيقولوا ان السيلز او الخلايا هي اصغر حاجه في جسمنا. طيب ماشي، وايه الاكبر من السيل؟ تيشو. الله عليك يا عمر. تيشو دي اللي هي منديل. امال تيشو دي يعني ايه؟ بالعربي بيسموها نسيج. نسيج يعني شويه سيلز مع بعض. يعني لو خدت حته من الجلد بتاعي كده اتعورت وشلت حته من الجلد اسميها تيشو. تمام. طيب وايه الاكبر من التيشو؟ اورجن. برافو، حلو قوي. احنا كده بنرجع يا شباب من الصغير للكبير. اورجن. والاكبر من الاورجن؟ سيستم. حلو قوي. واللي اكبر من السيستم الايه؟ الاورجن. ما الاورجن اصغر اهو. بادي. الهيومن بادي او البادي، جسمنا هو اكبر حاجه. يبقى تاني بقى من الكبير للصغير، احنا جسمنا بيكون من شويه سيستمز. زي ايه سيستمز دي؟ زي ده اسمه دايجستيف سيستم، الجهاز الهضمي اللي بيه باكل واهضم الاكل. زي لما بتنفس بستخدم حاجه اسمها ريسبيراتوري سيستم، صح كده؟ زي لما باكل الاكل واهضمه، بعد الاكل ده ما بيتهضم بيلف في الدم في حاجه اسمها سيركيولاتوري سيستم، صح كده؟ يبقى انا جسمي مكون من شويه سيستمز، شويه انظمه، وجوه كل سيستم في شويه اورجنز. فمن السيستم ده لو انا خدت بتاع دي اسمها ايه؟ استومك. برافو. لو انا خدت الاستومك لوحدها، فالاستومك دي اسمها اورجن، صح كده؟ طيب ولو انا من الاستومك دي خدت حته صغيره، مثلا لا قدر الله حد عنده استومك كانسر، سرطان في المعده، فيقول لك احنا محتاجين ناخد عينه من المعده علشان نحللها ونعرف السرطان ده كويس ولا لا. مظبوط. لو انا خدت حته من الاورجن ده يبقى انا كده خدت تيشو. تيشو ده اللي هو شويه سيلز. طيب ولو انا فصصت السيل، فصصت التيشو ده خالص خالص خالص، هطلع السيلز او الخلايا، والسيل دي هي اصغر حاجه فعلا. بس انا النهارده جاي اقول لك ان في حاجه اصغر من السيل دي. مش انتوا كنتوا بتاخدوا زمان السيل دي جواه شويه حاجات بتاع مثلا كده اسمها نيوكليوس، وبتاع اسمها ميتوكوندريا، وشويه حاجات تانية كده، صح؟ طيب النيوكليوس دي نسميها ايه؟ ايه؟ اتوم. هي اتوم دي كويسه، خليك فاكرها. اتوم دي اصغر حاجه خالص في الحياه عموما، دي اكبر شويه من الاتوم. يا عمرو، عمرو صح؟
اقفل الصوت، انا مش عايز اسمع اي صوت يا شباب من فضلكم. انا عملت موبايلي سايلنت على فكرة، صدقوني. تمسك ايه؟ جدع يا عم. طيب ما حدش جاوبني بقى، النيوكليوس دي اسميها ايه؟ مش تيشو ولا اورجان ولا سيستم ولا بادي ولا اتوم، الاتوم ده اصغر من النيوكليوس. موليكيول، الموليكيول ده اكبر شويه من الاتوم، هنكتبه هنا موليكيول. موليكيول بالعربي يعني جزء، ده حاجه اكتر من الاتوم، بس برضو دي مش موليكيول، دي مكونه من شويه موليكيولز، شويه موليكيولز مع بعض بيسموها اورجان، بس اورجان صغير فبيسموه اورجانيل. عارفين شجره وشجيره، اورجان وده النيوكليوس دي او الميتوكوندريا او اي حاجه جوه السن نسميها اورجانيل. تاني بقى يا شباب انا عايز التقسيمه دي، انا جسمي بيتكون من بادي، البادي ده جواه سيستم، سيستم جواها اورجانز، جواها تيشوز، جواها سيلز، جواها اورجانيلز. اورجانيلز اسمها ايه؟ اورجانيل، مش يدلعوها كده، اورجانيل. وجوه الاورجانيل موليكيولز، وجوه الموليكيولز اتومز، تمام؟ طيب انا بحكي الحكايه دي كلها ليه؟ علشان اقول لك ان يونت 1 في المنهج بتاعنا هما دول. احنا النهارده هنبتدي يونت 1، ويونت 1 ده بيتكلم عن الموليكيولز والاتومز بتاعت البيولوجي. يعني ايه بتاعت البيولوجي؟ يعني بتاعت جسمنا. يعني النهارده هنتكلم على يا ترى جسمنا بيتكون من موليكيولز انواعها ايه؟ مفهوم كده يا شباب؟ ده كله يونت 1، ويونت 1 ده كتير. فقعد اقول لك ان جسمك ده جواه بروتينز، البروتين ده نوع من انواع الموليكيولز، وجسمنا جواه شويه دهون، صح كده؟ دهون، دهون دي بنسميها ليبيدز، ده نوع من انواع الموليكيولز. وجسمنا بياكل حاجه اسمها كربوهيدرات او نشويات، ده نوع من انواع الموليكيولز. وعندنا حاجه اسمها دي ان ايه بتاع الصفات الوراثيه، ده بيسموه نيوكليك اسيد، ده برده من ضمن الموليكيولز اللي في جسمنا. فيونت 1 في المنهج بتاعنا هو ده. يونت 2 في المنهج بتاعنا هنتكلم عن الاورجانيل والسيلز اللي في جسمنا. وكل ما تكبر في ثانوي، كل ما تكبر في البيولوجي هتقعد تدرس التيشوز والاورجنز والسيستمز لحد لما تخلص سنه ثالثه ثانوي تبقى خلصت كل البادي وفهمت كل البادي بيشتغل ازاي ومكون من ايه. مفهوم كده يا شباب؟ عشان كده اعتبر ان الموضوع بتاع البيولوجي ده كانه رحله، واحنا النهارده ابتدينا الرحله دي. زي ما انا قلت لك كده من شويه ان انا من النهارده هدربك على نظام الاسئله بتاع سنه ثالثه، فانا برضو من النهارده ببني المعلومات اللي هحتاجها في سنه ثانيه وسنه ثالثه. مفهوم كده يا شباب؟ طيب يبقى تاني اخر مره نقول اللفه دي، بس انا همسحها عشان انتوا اذكياء. همسحها وبعدين هتلاقوني بكتبها تاني. طيب يا شباب يبقى انا جسمي اللي هو بادي بيتكون من شويه، لا في ناس، نعم هترفعي ايديكي، ماشي. محب النظام برضو. تي اسمك فرح صح؟ ماشي هنقول كلنا فرح. ماشي انا جسمي اللي هو البادي بيتكون من شويه سيستمز، وسيستم شويه اورجنز، والاورجنز شويه، في حد مش بيقول شويه ايه؟ تيشوز، والتيشوز شويه سيلز، والسيلز جواها حاجات صغيره اورجانيلز، تمام. والاورجانيلز دي جواها مولكيولز، والمولكيولز جواها، حلو قوي. احنا بقى ندرس ايه من الزحمه دي؟ الاتومز والمولكيولز. برافو عليك احمد، صح؟ برافو يا احمد، ماشي. طيب يا شباب انا هكتب اللفه دي تاني وهنبتدي ندخل في الموضوع. انا عايز بقى حد يمليني. انا جاي اسمي ده اسمه بادي، البادي ده بيتكون من شويه احنا زهقنا والله، سيستم، السيستم دي بتتكون من شويه اورجنز، والاورجنز شويه تيشوز، التيشوز شويه سيلز، والسيلز شويه، هنقف امتى يا اولاد؟ اورجانيلز، بعد الاورجانيل موليكيولز، وخلاص متشكرين يا اولاد، خلاص متشكرين يا عم. هنقف عند الموليكيولز. طيب فانا جاي النهارده اتكلم على الموليكيولز اللي موجوده في الحياه عموما، واللي في الحياه عموما دي يعني في جسمي انا الهيومن، وفي البلانت، وفي الانيمالز، وفي كل الحياه. ماشي كده يا شباب؟ طيب هندرس الموليكيولز. اولا بيقول لك ان الموليكيولز اللي في الدنيا كلها هنقسمهم لنوعين بس. نوع موليكيولز نسميها اورجانيك، اورجانيك موليكيولز، ونوع نسميه
inorganic. طيب ماشي. Molecules يعني جزيئات، ودي اللي هي أكبر من الأتومز صح؟ بس أصغر من صح صح وأصغر من إيه؟ من الأورجانيلز. مش الموليكيولز دي اللي بعد الأورجانيلز على طول؟ ماشي. طيب فالموليكيولز اللي في الدنيا دي قسمناها لنوعين، نوع اسمه أورجانيك يعني موليكيولز عضوية، أورجانيك يعني عضوية، ومقصود بكلمة عضوية يعني تبقى موجودة في جسمي، تبني جسمي، تمام؟ يعني زي البروتينز دي، البروتينز دي أورجانيك موليكيولز عشان بستخدمها في بناء جسمي. طيب امال الان اورجانيك موليكيولز؟ الان اورجانيك موليكيولز هي الحاجات الغير عضويه. يعني ايه غير عضويه؟ يعني مش بتبني جسمي. زي ايه عشان اوضح لك الصوره؟ زي الميه. الميه دي حاجه ان اورجانيك غير عضويه. ايه ده؟ يعني انا جسمي ما فيهوش ميه؟ لا، انا جسمي فيه ميه بس الميه دي مش بتستخدم في بناء جسمي. يعني ايه؟ انتوا متأخرين قوي يا ولاد. اسمكم ايه؟ ايه؟ تمام ماشي. طيب يا حنين وبسملة، احنا كنا بنقول، احنا لسه في الاول على فكرة ما خدناش كتير، بنقول ان جسمنا البادي بتاعنا بيكون من شوية سيستمز، والسيستمز دي جواها شوية اورجنز، والاورجنز جواها شوية تيشوز، عارفين الكلام ده؟ والتيشوز دي جواها شويه سيلز، والسيل دي جواها حاجات كتيره بنسميها اورجانيلز، الاعضاء الصغيره بتاعه السيل، والاورجانيلز دي الاصغر منها موليكيولز، بعدين في اتومز. واحنا النهارده جايين ندرس الموليكيولز الموجوده في الدنيا كلها، ماشي؟ واول معلومه في منهجنا بتقول ان الموليكيولز يا اما اورجانيك يا اما ان اورجانيك. وبقول ان كلمه اورجانيك يعني حاجه عضويه، وعضويه دي اقصد بيها حاجه تدخل في بناء جسمنا، وان اورجانيك حاجه غير عضويه، والغير عضويه دي يعني مش بتستخدم في بناء جسمي. يعني ايه؟ يعني الحيطه دي مبنيه من طوب صح؟ الطوب ده بنى الحيطه، فاقول ان الطوب ده اورجانيك، ده اللي بنى الحيطه، ده اللي بنى جسمي، تمام؟ لكن دي اسمها ترابيزه. الترابيزه دي موجوده جوه الاوضه، جوه الجسم، بس ما بنيناش الاوضه بالترابيزات، بنينا الاوضه بالطوب، صح كده؟ زي الميه، انا جسمي جواه ميه بس الميه دي ما بنتش جسمي، عشان كده الميه دي ان اورجانيك، مش بتبني جسمي، لكن البروتينز دي اورجانيك. مفهوم كده يا شباب؟ طيب المعنى الادق والاصح للفرق ما بين اورجانيك وان اورجانيك هو اللي هنقوله دلوقتي. بيقول لك ان المواد الاورجانيك هي المواد اللي لازم يكون فيها كربون بلس هيدروجين، وممكن يكون معاهم ان اديشن تو شويه حاجات بقى تانية، بس الاساس ان لازم يكون عندي كربون وهيدروجين عشان اقول على الموليكيول ده ان هو اورجانيك. طيب وامتى اقول ان الموليكيول ده inorganic؟ inorganic يعني غير عضوي، لو لقيت ان هو ما فيهوش كربون او ما فيهوش هيدروجين او ما فيهوش الاثنين. مفهوم كده؟ هقول الرول تاني عشان اسالكم فيها دلوقتي. الرول بتقول ان الاورجانيك كومباوند او الاورجانيك موليكيول هو اللي لازم يكون جواه، لازم يكون جواه الاثنين كربون وهيدروجين، تمام؟ باي عدد، 5 كربون، 20 هيدروجين، 70 كربون، 70 اي رقم، المهم يكون فيه كربون ويكون فيه هيدروجين. وامتى اقول على الكومباوند او الموليكيول ان هو ان اورجانيك؟ يا اما ما فيهوش كربون، يا اما ما فيهوش هيدروجين، يا اما ما فيهوش الاثنين. جاهزين؟ هكتب هنا شويه رموز لموليكيولز وانتوا هتقولوا لي اذا كان الموليكيول ده اورجانيك ولا ان اورجانيك، ماشي؟ بس من فضلكم ما حدش يتكلم لوحده، انا هكتب وهختار ناس او اللي عارف يرفع ايده، اوكي؟ لا بهزر بهزر. هاي الاورجانيك لازم يكون كربون وهيدروجين مع بعض، وممكن يكون معاهم حاجات تانية، بس لازم يكون في كربون وهيدروجين، تمام؟ مش لازم بس، يعني مش كربون وهيدروجين بس، كربون وهيدروجين وجنبهم اي حاجه. طيب اول سؤال بيقول ده غاز اسمه كربون دايوكسيد، احنا لما بنتنفس بنخرج الكربون دايوكسيد ده، ما اورجانيك ولا ان اورجانيك؟ ها يا ساندرا، اورجانيك؟ اورجانيك. اجابه غلط، ده ان اورجانيك. الاورجانيك يا ساندرا لازم يكون جواه كربون وهيدروجين، ده جواه كربون بس ما فيش هيدروجين صح؟ يبقى ده ان اورجانيك.
والسبب انه نو هيدروجين ما فيهوش هيدروجين. طيب حاولي مره تاني، هكتب واحد كمان وهنرفع ايدينا. ماشي يا بنت انا لسه ما كتبتش حاجه. طيب دي المايه يا جماعه اللي بنشربها. انا لسه قايل صح المايه دي ايه؟ مش هينفع اساسا المايه ان اورجانيك عشان ما فيهاش كربون. معلش انا لسه قايل. طيب في حاجه، عارفين السكر اللي احنا بنشربه؟ السكر ده لما بيتكسر جوه جسمنا بيتحول لماده اسمها جلوكوز، والجلوكوز ده الرمز بتاعه C6H12O6. الرموز دي مش عليك، دي امثله انا مألفها يعني. والسؤال هو يا عمر الماده دي يا عمر اورجانيك ولا ان اورجانيك؟ اورجانيك. ليه؟ بالظبط، فيها كربون وفيها هيدروجين، يبقى دي اورجانيك. تمام بالظبط، وفيها اكسجين. مش هبص بقى على الزياده، المهم ان فيها كربون وهيدروجين يبقى معانا. طيب عايزين حاجه كمان. عارفين الكحول اللي بنطهر بيه ايدينا بتاع كورونا ده؟ عارفينه؟ مش بتطهروا ايديكم؟ مش بتطهروا الكحول ده الرمز بتاعه C2H5OH، بيعملوا منه برضو الخمور والكحوليات. ها يا اسمك ايه؟ الاء. ها الاء، ما تقولي لنا اورجانيك ليه؟ برافو، في كربون وفي هيدروجين يبقى اورجانيك. موضوع بسيط يا جماعه. طيب طيب في ملح بنحطه على الاكل في البيت اسمه NaCl. غرام، قول يا غرام تفتكري ايه؟ خلي بالكوا عشان هنا في تريك. ها يا غرام، اورجانيك ولا ايه؟ انا ما سمعتش. ان اورجانيك، برافو، هو فعلا ان اورجانيك. هو ليه بقى ان اورجانيك؟ بالظبط، هو ان اورجانيك، ان اورجانيك، والسبب انه نو كربون ونو هيدروجين. ايه ده ما فيهوش كربون؟ امال دي ايه؟ مش دي كربون؟ لا لا دي مش كربون، دي على بعضها يا دكتور، دي اسمها كلورايد. زمان كده في اعدادي علمونا ان اي اليمنت لو الاليمنت ده حرف واحد بيتكتب كابيتال، زي الهيدروجين يتكتب كابيتال، صح كده؟ زي البوتاسيوم يتكتب كابيتال. ده حرف واحد، لكن الاليمنت اللي بيتكون من حرفين زي الكلورايد كده يكتبوا اول حرف كابيتال والتاني سمول زي كلورايد. السي كابيتال بس ال سمول. انا كاتبها سمول عشان ما فيهاش هيدروجين. لا مش عشان هيدروجين بقى، عشان كمان ما فيهاش كربون، اوعى تتلخبط. افرض ال سي ال ده مثلا يعني عندي مركب اسمه كده H2Cl2، هتقول عليه اورجانيك؟ ده ان اورجانيك لان دي مش كربون، مفهوم؟ يبقى ده نو كربون، ما فيهوش كربون، يبقى ان اورجانيك. دي مش سمول يا ابني. السي كابيتال بس السي جنبها ال. الفكره مش السي كابيتال ولا سمول، الفكره هل السي دي هو الاليمنت اللي اسمه كربون اللي انا بدور عليه، ولا السي ده يقصد بيه اليمنت تاني؟ ماليش دعوه كابيتال ولا سمول. هنا انا قلت لا ما فيهوش كربون لان ده مش كربون، ده مش كربون، ده كلورايد، لكن ده كربون. يعني ده عارفين ده اسمه ايه؟ كالسيوم. ما ينفعش انا امسك في السي بقى واقول ده جواه كربون، لا ده مش كربون. ماشي يا عمر؟ يعني هي لو يعني هي مثلا كلورايد فبتبدا بالسي تبقى كابيتال والال سمول. انا بقول ان انا بقول لكم انا ليه كاتب السي كابيتال وباكد لكم ان السي دي مش كربون، زي الكلورايد زي الكالسيوم زي المغنيسيوم بيتكتب كده ام كابيتال وجي سمول، صح؟ زي الصوديوم ان كابيتال واي سمول، مفهوم كده يا شباب؟ متشكرين يا غرام، قلت صح. ساندرا انا اسالك تاني عشان مش هسيب حد يجاوب غلط. عارفين يا شباب الجرين بلانتس؟ الجرين بلانتس النباتات الخضراء بتعمل حاجه اسمها فوتو سينثيسز، عارفينها؟ اللي هي بتعمل اكل كده وتطلع اكسجين، صح؟ بتعمل اكل عشان جواها ماده خضراء اسمها كلوروفيل، سمعتوا عنها؟ جوه النباتات الخضراء دي في ماده خضراء اللي مخليها خضراء، ماده اسمها كلوروفيل او كلوروفيل. الكلوروفيل ده ماده كبيره، مالناش دعوه يعني، ماده كبيره اسمها C55H72 NA4MG، باين يعني. قول لنا يا ساندرا الراجل ده اورجانيك ولا ان اورجانيك؟ ما تخافيش. ها اورجانيك. اورجانيك ليه؟
بالظبط عشان فيها هيدروجين وفيها كربون. من الاخر احنا اتعلمنا اللعبه، المولكيولز اللي في الدنيا نوعين، يا اما اورجانيك، والاورجانيك دي هقولها لو شفت كربون وهيدروجين معاهم حاجات تانية او مش معاهم حاجات تانية، تمام؟ يا اما مركبات ان اورجانيك يعني غير عضويه، يعني مش بتدخل في بناء جسمي، زي مثلا في اللي احنا شفناهم دول، زي الميه، زي ال NaCl، زي الكربون دايوكسيد، كل واحد علشان يا اما ما فيهوش كربون يا اما ما فيهوش هيدروجين يا اما ما فيهوش الاثنين. مفهوم كده يا شباب؟ طيب يبقى تاني، احنا جوه جسمنا، احنا جوه البادي المكون من سيستمز، من اورجانز، من تيشوز، من سيلز، من اورجانيلز، والاورجانيلز دي بتتكون من مولكيولز، واحنا جوه المولكيولز ماشي. وعرفنا ان المولكيولز دي يا اما اورجانيك يا اما ان اورجانيك. سؤال لولبي ملوش علاقه بالمنهج، تفتكروا احنا هندرس مين فيهم، الاورجانيك ولا الان اورجانيك؟ الاورجانيك. مش اورجانيك ده عضوي يعني بتاع جسمي؟ انا عايز اتعلم البيولوجي ده بتاع جسمنا، فاحنا هندرس المولكيولز الاورجانيك. يعني افهم ان اي حاجه انا هكتبها تحت العنوان ده لازم هيكون فيها كربون وهيدروجين، صح كده؟ تمام، حلو قوي. ايه بقى انواع الاورجانيك مولكيولز اللي في جسمنا؟ هعلمك اربع كلمات ممكن يكونوا مش جداد عليك. اول نوع اسمه كربوهيدرات، كربوهيدرات اللي هي بالعربي اسمها النشويات والسكريات. عارفين محل المخبوزات او الفرن اللي بيبيع فيه وفطير وكرواسون وباتيه وحاجات كده، اي حاجه بتتباع في المحل ده اسمها كربوهيدرات، تمام؟ والسكريات كلها، اي حاجه مسكره اسمها كربوهيدرات، تمام؟ كربوهيدرات دي من ضمن الاورجانيك مولكيولز، يعني لما ندرس تركيبها كمان شويه هنعرف ان فيها كربون وهيدروجين اكيد، تمام؟ ماشي. تاني نوع من الاورجانيك كومباوندز في جسمنا اسمه ليبيدز، وكلمة ليبيدز يعني دهون. طيب وليه ما قلناش فاتس؟ مش انتوا عارفين ان فات يعني دهون؟ صح؟ ليه ما قلناش فاتس؟ عشان الدهون في الدنيا ممكن نقول عليها فات، ممكن نقول عليها اويل. مش الزيت ده دهون؟ مواد دهنية. فبدل ما نقول اويل ولا فات قلنا كلمة كبيرة اسمها ليبيدز. ليبيدز يعني دهون، ماشي كده؟ طيب يبقى المواد الاورجانيك اللي بتدخل في بناء جسمي الكربوهيدرات، النشويات، الليبيدز. انا عندي شوية ليبيدز كتار. وبعد الليبيدز في مادة بقى اشهر منهم كلهم اللي اسمها البروتينز، وفي ماده اسمها نيوكليك اسيد. نيوكليك اسيد دي اللي بيتبني منها الدي ان ايه. عارفين الدي ان ايه بتاع الصفات الوراثيه اللي هو في المسلسلات، عايزين يعرفوا ده ابوه ولا مش ابوه يحللوا دي ان ايه، اهو اسمه نيوكليك اسيد، تمام؟ ماشي. يبقى احنا هنتعلم الاورجانيك مولكيولز اللي هي الكربوهيدراتس والليبيدز والبروتينز والنيوكليك اسيد. وبعد ما نتعلم دول هنتعلم مواد اسمها انزيمز. الانزيمز دي مواد في جسمنا بتساعدنا اننا نبني المولكيولز دي. يعني دلوقتي اكلت لحمه، تمام؟ اللحمه دي فيها بروتينز، فعايز ابني عضلات. مين اللي هيساعدني ان انا اخد البروتينز دي وابني بيها العضلات؟ الانزيمز دي. مفهوم كده يا شباب؟ اكلت شويه نشويات، شويه رز او شويه مكرونه، وعايز احرقهم عشان اطلع انرجي. مين اللي يساعدني احرقهم؟ الانزيمز. مفهوم كده يا شباب؟ كل عنوان من الخمسة اللي مكتوبين دول هو عنوان ليكتشر كاملة، هو حصة كاملة في يونت 1. والخمس كلمات اللي مكتوبين دول هم دول كلهم يونت 1 على بعض. مفهوم كده يا شباب؟ ماشي؟ مش احنا قلت لكم من شوية ان يونت 1 دي هندرس فيها الاتومز والمولكيولز؟ هم دول المولكيولز اللي هندرسهم في يونت 1. هم اتنين يا ابني مالي. حد عنده مشكلة في الكلام ده يا شباب؟ طيب قالك بقى ان كل المواد دي، خلاص كل المواد دي الكربوهيدراتس والليبيدز والبروتينز والنيوكليك اسيد بيسموهم اسم تاني. ركزوا بقى عشان الاسم ده كبير ومحتاج حد يساعدني في الترجمه. بيسموا كل الاورجانيك مولكيولز دول بيسموهم بيولوجيكال ماكرو، متضايقين من الصوت ده، مولكيولز. بيولوجيكال ماكرو مولكيولز. قبل ما نترجم كلمه كلمه، ماكرو دي جديده علينا، عايزك تعرف اولا يا شباب اعرفوا كده ان الطب والعلوم الطبيه زمان كانت بتدرس باللاتيني مش بالانجليش، تمام؟ عشان كده انا ممكن يكون في كلام قدامي وانا عارف انجليش كويس، بس في حاجه مصطلح يقف قدامي لان المصطلح ده اصله مش انجليش، ده اصله لاتيني، تمام؟ طيب في اللاتين في كلمتين
عايزك تتعلمهم. كلمة اسمها مايكرو وكلمة اسمها ماكرو. واحدة منهم يعني صغير وتانية يعني كبير. مين بقى فين؟ مين صغير ومين كبير؟ ماكرو صغير؟ ماكرو كبير؟ مايكرو صغير؟ موافق تمام. عارفين الباص؟ عارفين المايكرو باص؟ مايكرو باص يعني بدل ما باص كبير مايكرو باص، ميكروباص صغير صح؟ تمام. عارفين المايكروسكوب؟ سكوب يعني منظار، مايكرو يعني صغير، يعني بيخلينا نشوف الحاجات الصغيرة. طب ماشي، أنا بقولك الحتة دي ليه؟ عشان أرجع هنا وأعرفك إن كلمة ماكرو دي يعني كبير. عايزين بقى الترجمة. مولكيولز يعني مولكيولز، يعني بالعربي جزيئات، كبيرة. بيولوجيكال يعني إيه بيولوجيكال؟ كبيرة. بيولوجيكال إيه بيولوجيكال دي؟ أول ما تشوف كلمة بيولوجيكال يعني جسمي، يعني حاجة ليفينج، يعني جوايا. يعني الاورجانيك كومباوندز دول اللي احنا لسه قايلينهم هم مولكيولز كبيره موجوده في جسمي صح؟ ما احنا لسه قايلين كده، مش احنا قلنا كربوهيدراتس والليبيدز والبروتينز والنيوكليك اسيد دول بيبنوا جسمي؟ يعني دول الاربعه دول اقدر اسميهم اورجانيك مولكيولز او اسميهم بيولوجيكال ماكرو مولكيولز. مفهوم كده؟ طيب وليه قلت عليهم كبير؟ مش المولكيولز دي حاجه صغيره يا دكتور؟ دي اصغر من السيلز، دي اصغر من الاورجانيلز. ايه ماكرو دي ليه بتقول عليها كبيره؟ هو في حاجه اصغر منها بالظبط؟ مش في اتومز اصغر من المولكيولز دي؟ تمام. بيقول لك كل الاورجانيك كومباوندز اللي قدامنا دول هنعتبرهم كده زي السبحه. عارفين السبحه؟ مش السبحه دي مكونه من شويه يونتس كده مربوطه ببعض او سلسله؟ مش السلسله دي شويه يونتس متربطه ببعض؟ اهو كل المركبات اللي قدامنا دي هنعتبرها زي السبحه كده، عشان كده يسموها بيولوجيكال ماكرو مولكيولز. امال ايه الصغير منها اذا كانت هي المركبات دي كلها كبيره زي السبحه دي؟ الاصغر منها ان انا لو خدت كره واحده، مش كده؟ يبقى المركبات دي كلها بيولوجيكال ماكرو مولكيولز، جزيئات كبيره. تمام. خلي بالك هي كبيره بالنسبه للاتومز، لكن في حاجات كتير اكبر منها فوق، مش كده؟ ماشي، اوعوا مني، انتوا معايا؟ ماشي. هي اكبر من الاتومز ففي حاجات اصغر منها. طيب يبقى الاورجانيك كومباوندز بتاعتنا سميناها بيولوجيكال ماكرو مولكيولز، يعني جزيئات كبيره بتدخل في تكوين جسمنا. الاسم الثالث ليها يبقى اسمها اورجانيك مولكيولز او بيولوجيكال ماكرو مولكيولز، او الاسم الثالث بنسميها بوليمر. يعني ايه بقى يا دكتور كلمه بوليمر؟ كلمه مر يعني يونت، يعني حاجه واحده، وبولي يعني كتير، وحده بلاش واحده، وحده. بوليمر يعني وحدات كتير. مش انا قلت لكم كل المركبات دي اعتبروها زي السبحه او السلسله، والسلسله دي عباره عن يونتس كتير متربطه في بعضها. فالاورجانيك كومباوندز الاربعه اللي قدامنا دول بنسميهم بيولوجيكال ماكرو مولكيولز او بوليمر. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ امال الكره الواحده الصغيره منها نسميها ايه؟ دول كلهم اسمهم بوليمر. لو خدنا كره واحده نسميها ايه؟ يسموها مونومر. معلش خلصنا كلمات جديده. مونومر، كلمه مونو يعني واحد، ومر يعني يونت، يعني دي واحده واحده. يبقى المركبات بتاعتنا دي بيسموها بوليمر او بيولوجيكال ماكرو مولكيولز، يعني مركب كبير مكون من يونتس كتيره متربطه في بعضها. لو فكناها وجبنا يونت واحده، اليونت الواحده هيبقى اسمها مونومر. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ تعال نجمعه تاني. احنا قلنا يا حور ان جسمنا اسمه بادي، مكون من سيستمز، وسيستمز مكونه من اورجنز، والاصغر من اورجنز يا حنان تيشوز، وبعدين يا سلسبيل سيلز، وبعدين يا محمد الاصغر من السيلز متوش اللي جوه السيل، النيوكليوس والميتوكوندريا والحاجه مولكيولز اللي جاي. اورجانيل، اورجانيل سيل، بعدين اورجانيل، بعدين يا محمد تاني تاني يا شباب، ونقول كلنا مع بعض. انا جسمي اسمه بادي، والبادي ده مكون من، لا في ناس مش بتقول، انا متضايق. بادي مكون من سيستمز، وسيستمز مكونه من اورجنز، والاورجنز من تيشوز، والتيشوز من سيلز، واللي جوه السيل اورجانيل، واللي جوه الاورجانيل مولكيول، والمولكيول ده هو اللي احنا جواه، ماشي كده؟ تمام. وقلنا ان المولكيولز دي نوعين،
يا اما اورجانيك يا اما ان اورجانيك. ازاي يا مارينا نعرف اذا كان الموليكيول ده اورجانيك ولا ان اورجانيك؟ لو اورجانيك هيبقى فيه كربون وهيدروجين. تمام. لو ان اورجانيك مش هيبقى فيه كربون وهيدروجين. تمام. لو اورجانيك هيبقى فيه كربون وهيدروجين، لو ان اورجانيك يبقى ما فيهوش كربون، يا اما ما فيهوش هيدروجين يا اما ما فيهوش الاثنين. تمام. واحنا بندرس مين، الاورجانيك ولا الان اورجانيك؟ الاورجانيك. زي بقى الحاجات الكبيره دي اللي هي الكربوهيدرات والليبيدز والبروتينز والنيوكليك اسيد. تمام. دول الاربعه دول سميناهم اورجانيك موليكيولز، وسميناهم اسمين جداد، اسم اسمه بايولوجيكال ماكرو موليكيولز، والاسم الثاني بوليمر. بوليمر يعني يونتس كتير، لو خدنا يونت واحده منهم يبقى اسمها مونومر. ماشي كده؟ ماشي يا سيف. طيب هقول لكم جمله صح وغلط ان انجلش، وركزوا كويس عشان تقولوا لي صح ولا غلط. ماشي. السؤال بيقول البيولوجيكال ماكرو موليكيولز ار لارج سايزد موليكيولز، يعني حاجات كبيره، ماشي، كومبايند توجذر فروم مونومرز. صح ولا غلط؟ يعني الجزيئات بتاعتنا دي هي جزيئات كبيره جايه من ترابط مونومرز مع بعض. صح ولا غلط؟ صح. انا عشان اكون البوليمر ده اللي هو اي واحد من دول هربط شويه مونومرز يونت ويونت 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 جنب بعض عشان اعمل السبحه. صح كده؟ طيب مش جمله صح. سؤال تاني بيقول بوليمر is large sized molecules formed from monomer by combination together. صح ولا غلط؟ هقول جمله تاني. البوليمر is large sized molecule، هو مركب كبير formed by monomers combined together، بيتكون من monomers مع بعض. صح ولا غلط؟ صح يا جماعه. ما البوليمر هو البيولوجيكال ماكرو موليكيول. لما اقول ان ده بيتكون من شويه مونومرز، يعني البوليمر بيتكون من شويه مونومرز، يعني الاورجانيك كومباوند بيتكون من شويه مونومرز. صح كده؟ محمد اسمه محمد، ممكن اقول له حماده، ممكن اقول له ميدو. هي الاورجانيك كومباوندز دي نفس الكلام، اورجانيك موليكيولز او بيولوجيكال ماكرو موليكيولز او بوليمر. تمام؟ مفهوم يا شباب؟ مفهوم؟ ماشي. يبقى مين الكبير، البوليمر ولا المونومر؟ البوليمر. طيب لو انا عندي شويه مونومرز وعايز اعمل واحد كبير من اللي اسمه بوليمر ده، بعمل عمليه اسمها بوليمرايزيشن. بوليمرايزيشن في اخر بيج 1 اللي في ايدينا في الشيت مكتوب السطر ده. لو انت عندك شويه مونومرز وعايز تربطهم مع بعض، مش معاكوا شيت؟ خدوا شيت خمسوا فيها سوا، اديهم يوسف واحده ثانيه. لو انا عندي شويه مونومرز وعايز اجمعهم مع بعض عشان اكون بوليمر، هعمل عمليه بروسيس اسمها بوليمرايزيشن. حد عنده مشكله في الكلام ده يا شباب؟ طيب ممكن ازود حته صغيره. دلوقتي اتفقنا يا شباب ان الاربع اسامي اللي مكتوبين قدامنا دول، الاربعه دول كلهم اورجانيك موليكيولز، كلهم بيولوجيكال ماكرو موليكيولز، كلهم بوليمرز. حد معترض؟ انتوا معايا صح؟ ماشي. يعني الراجل ده الكربوهيدرات ده انا ممكن ارسمه كده، يعني بوليمر ده كمان كده، يعني بوليمر ده كمان كده، يعني بوليمر ده كمان كده، يعني بوليمر. صح كده؟ كلهم بوليمرز. صح؟ صح ولا لا؟ صح. كلهم بيولوجيكال ماكرو موليكيولز، يعني كلهم بوليمرز. تمام. انا جاي بقى النهارده ازود لك حته بتقول يا ترى كل بوليمر فيهم، يا ترى كل بوليمر من الاربعه لو كسرته المونومر بتاعه يبقى اسمه ايه؟ يعني هل جسمي لما بيكسر النشويات ويكسر الدهون ويكسر البروتينز كل دول بيكسروا ويطلعوا نفس الحاجه، ولا كل واحد بيكسر بيطلع حاجه بتاعته؟ حاجه بتاعته. النشويات دي تتكسر تطلع سكر، الدهون دي تتكسر تطلع حاجات دهنيه صغيره، هنقول دلوقتي البروتينز تتكسر تطلع حاجه اسمها امينو اسيدز او امينو اسيدز. سمعتوا دي قبل كده؟ لا. تعالوا نشوف. انا عايز اقول او عايز اعرف هو كل بوليمر من دول المونومر بتاعه اسمه ايه. فالاجابه هي دي، الكربوهيدرات المونومر بتاعها، الكربوهيدرات دي نشويات او سكريات، لما جسمي بيكسرها بيطلع سكر صغير بيسموه بالعربي سكر احادي، او بالانجلش بيسموه مونو سكر، باللاتين بيدلعوه بيسموه ساكرايد. فانا جاي النهارده اقول لك ان الكربوهيدرات لما بتتكسر
بتطلع مونو ساكرايد. مونو يعني واحد، ساكرايد يعني سكر، يعني سكريات الكتير تتكسر وتطلع سكر واحد. ماشي؟ زي الجلوكوز. سمعتوا عن الجلوكوز؟ بيقول لك ده في المستشفى على اقوله محلول جلوكوز. الجلوكوز ده مونو ساكرايد يعني سكر واحد. ماشي كده يا شباب؟ طيب يبقى الكربوهيدرات، هسألكم سؤال وقولوا لي الجمله دي صح ولا غلط. الكربوهيدرات از بوليمر، كربوهيدرات از بوليمر فورمد باي كومباينيشن اوف مونو ساكرايدز. هو بوليمر متكون من شويه مونو ساكرايدز مع بعض، صح ولا غلط؟ صح. الكربوهيدرات لو كسرته هتطلع منه مونو ساكرايدز، وبالعكس المونو ساكرايدز دي لو جمعتها مع بعض هتطلع كربوهيدرات، صح كده؟ طيب والليبيدز، سيبك من الليبيدز تعالى نقول البروتينز. البروتينز لو كسرتها هتطلع منها حاجه اسمها امينو اسيدز او امينو اسيدز. لو تعرفوا يا شباب حد بيروح الجيم بيبيعوا في الجيم برطمانات كده جواها باودر وامينو. ايه امينو ده؟ باودر كده ياخدها الراجل اللي بيلعب جيم علشان يبني العضلات بسرعه. مش العضلات دي بروتينز؟ دي حقن بس المفروض لا، مالناش دعوه بالحقن. دي حاجه تاني، دي حاجه تانية. الحقن دي ستيرويدز، والستيرويدز دي خطر، دي حاجه وحش اصلا. انا دي شغلتي يا جماعه، انا صيدلي. فالحقن والبرشام والباودر والحاجات دي كلها دي شغلتي. ماشي؟ ايوه بعدين بقى. طيب المهم يا شباب ان البروتينز لو كسرتها هتطلع منها المونومر بتاعها اسمه امينو اسيد. ماشي كده؟ ده اللي عايزين نتعلمه دلوقتي. يعني انا لو قعدت اكل امينو اسيدز كتير 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 جسمي يقدر يبني بروتينز. ماشي كده؟ طيب الليبيدز بقى ايه المونومر بتاعها؟ لو خدت بالك ان الرسمه دي هي الوحيده اللي انا رسمها كده كل كره مقسومه نصين، صح؟ ليه بقى؟ عشان عايز اقول لك ان الليبيد ده المونومر بتاعه مش حاجه واحده، دول حاجتين. يعني لو كسرناه مش بيطلع حاجه واحده زي البروتينز والكربوهيدرات، بيطلع حاجتين. حاجه اسمها جليسرول، والجليسرول ده هنتعلمه الحصه اللي بعد الجايه، فانا عايزك بس تفتكر اسمه. واعرف كمان ان الجليسرول ده بيتباع في الصيدليات باسم جليسرين، ده حاجه مرطبه للجلد. ما علينا. الدهون لو كسرتها هتطلع جليسرول وتطلع حاجه اسمها اسيد. عارفين كلمه اسيد يعني ايه؟ اسيد لا بالعربي يعني حمض، اللي هو اسيد وبيز لو اتفاعلوا مع بعض يطلعوا صولت. عارفين الكلام ده؟ تمام. ده اسيد، بس الاسيد ده مدهن دهون فبيسموه فاتي اسيد، يعني بالعربي احماض دهنيه. تمام. يبقى الليبيدز لو كسرتها هتطلع منها جليسرول وفاتي اسيد. تاني بقى عشان ما انتوش من بعض، الكربوهيدراتس لو كسرتها هطلع سكر كده اسمه ايه؟ مونو ساكرايد. مونو ساكرايد، ممكن نقولها مع بعض؟ مونو ساكرايد. لا قولوا ورايا، مونو ساكرايد. كمان مره. تمام. والبروتينز لو كسرتها هطلع امينو اسيدز او امينو اسيدز. والليبيدز الدهون لو كسرتها هطلع حاجتين، جليسرول وفاتي اسيدز. مفهوم كده يا شباب؟ طيب ونيوكليك اسيد، النيوكليك اسيد ده يا شباب انا قلت لكم ان هو ده اللي بيكون الدي ان ايه. النيوكليك اسيد ده هو بتاع الصفات الوراثيه. طب ليه سموه نيوكليك اسيد؟ عشان نكون فاهمين كل كلمه. اسيد يعني اسيد يعني حمض زي ده، صح؟ وليه سموه نيوكليك اسيد؟ عشان ده موجود في جسمنا جوه السل، جوه النيوكليوس بتاع السل اهو، ده النيوكليك اسيد. وجوه جسمنا جوه الجسم كل واحد فينا نيوكليك اسيدز بشكل مختلف عن باقي البني ادمين. يعني انا النيوكليك اسيدز بتاعتي مترتبه بالشكل اللي يخلي لون شعري اسود زي كده، يخلي طولي زي ما انا، ويخلي شكل وشي وملامحي زي ما انا. طيب وليه سلسبيل شكلها مختلف؟ عشان النيوكليك اسيدز اللي في جسمها مترتبه ترتيب مختلف. مفهوم كده يا شباب؟ ماشي. طيب يا دكتور النيوكليك اسيد ده لما نكسره مش هو بوليمر زي الباقيين؟ لما نكسره يطلع ايه؟ بيطلع حاجه صغيره بيسموها نيوكليوتايد. نيوكليوتايد جاي من نيوكليك اسيد، اسمها ايه؟ نيوكليوتايد. قول ورايا، ممكن نيوكليوتايد. نيوكليوتايد. يبقى تاني من الاخر للاول، النيوكليك اسيد اصغر حاجه فيها نيوكليوتايد. امال البروتينز اصغر حاجه فيها امينو اسيدز. امال الليبيدز اصغر حاجتين فيها فاتي اسيدز وجليسرول. تمام. او جليسرول وفاتي اسيدز. امال الكربوهيدرات اصغر حاجه فيها مونو ساكرايدز. تيجوا نعيد الحكايه من اولها تاني عشان احنا قربنا نخلص. انا جسمي مكون من شويه
سيستمز. سيستمز لا السيستمز جواها ايه يا عمر؟ اورجانز. الاورجانز جواها تيشوز والتيشوز جواها سيلز والسيلز جواها اورجانيلز المدلعه والاورجانيلز جواها موليكيولز والموليكيولز دي هي يا اما اورجانيك يا اما ان اورجانيك. احنا بندرس الاورجانيك ودلعناها دلعين اللي هم دول يا اما نسميها بيولوجيكال ماكرو موليكيولز يا اما نسميها بوليمر. تمام. وبوليمر ده يعني حاجه كبيره الاصغر منها اسمه مونومر. تمام. وعايزين نعرف بقى كل واحد من دول المونومر بتاعه ايه. فيا اسمك ايه؟ بسمله. هي بسمله. الكربوهيدرات المونومر بتاعها اسمه ايه؟ كربوهيدرات النشويات مونوساكرايد. امال يا حنين؟ حنين صح. امال يا حنين البروتينز المونومر بتاعها اسمه ايه اللي بيضربوه في الجيم ده؟ امينو. ما بتروحيش الجيم؟ امينو اسيدز. هي العفره بتطلع من بقهم دي. امال يا سلسبيل؟ الليبيدز المونومر بتاعها اسمه ايه؟ حاجتين مش حاجه واحده. جليسرول. ماشي برافو عليك. وفاتي اسيدز. امال يا حنان؟ امال يا حنان النيوكليك اسيد المونومر بتاعها اسمه يا حنان اسمها ايه؟ نيوكليوتايد. حد عنده مشكله يا شباب في الكلام ده؟ ممكن اضيف حرفين صغيرين. فاكرين ان انا قلت كل الاورجانيك موليكيولز دي تبقى اورجانيك لما يبقى جواها كربون وهيدروجين. فاكرين الكلام ده؟ عايزين ناكد المعلومه دي. بيقول لك ان الكربوهيدرات بتتكون من كربون وهيدروجين واكسجين. تتضايق؟ لا عادي، هو كربون وهيدروجين واي حاجه. اهو الراجل ده بقى كربون وهيدروجين واكسجين. ماشي. الليبيدز هي كمان كربون وهيدروجين واكسجين. البروتينز كربون وهيدروجين واكسجين، حضرتك زود عليهم نيتروجين. النيوكليك اسيد قال لك انا كمان عايز ابقى مميز، كربون وهيدروجين واكسجين ونيتروجين، وزود عليهم فوسفورس اللي هو الفوسفور. يبقى الكربوهيدرات يا شباب كربون وهيدروجين واكسجين، الليبيدز كربون وهيدروجين واكسجين برضه، البروتينز كربون وهيدروجين واكسجين ونيتروجين، النيوكليك اسيد كربون وهيدروجين واكسجين ونيتروجين وفوسفورس. كانه كل واحد بيجود عن اللي قبله. الاثنين دول غالبه زي بعض، كربون هيدروجين اكسجين، كربون هيدروجين اكسجين. ده قال لك لا انا عايز ابقى مميز، كربون هيدروجين اكسجين ونيتروجين، كربون هيدروجين واكسجين ونيتروجين وفوسفورس. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طيب نفتح الشيت مع بعض الصفحه. عايز تسال سؤال؟ سؤال وجودي ولا سؤال حقيقي؟ اسال يا ابني يلا قول. يعني الامينو اسيدز غلط؟ لا غلط لو اتاخدت زياده. عارفين بيج رومي؟ عارفين بيج رومي اللي خد مستر اولمبيا ده؟ عارفين ده على الفيس. ده 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 بيضرب امينو اسيدز بس بتركيزات محسوبه. التركيزات المحسوبه دي لو زادت زياده عن اللزوم ممكن تعمله فشل في الكلى. تمام؟ وفي نفس المسابقه بتاعت بيج رومي دي في واحد مات عنده 37 سنه كان رايح ينافس في البطوله دي. مات بسبب ان هو ضرب من الحاجات دي بكميات زياده. طب هي كميتها محدوده قد ايه؟ مش هقول لك بقى. لا ما انا اخش زم بقى. ماشي يا حور بسرعه. افتح شباب بيتش 5 وتعالوا نجاوب مع بعض. اول اربع اسئله. هقرا واللي عارف الاجابه يرفع ايديه لو سمحت. بيتش 5 هنفتح بيتش 5 وهنجاوب اول اربع اسئله. هنحلهم مع بعض. اول سؤال بيقول بيولوجيكال ماكرو موليكيولز، احنا عارفين الكلمه دي صح؟ ان هم كل دول بيولوجيكال ماكرو موليكيولز ار ميد اب، يعني بتتكون اوف ذا كومبينيشن اوف سمولر موليكيولز، بتتكون عن طريق تجميع حاجات اصغر مع بعض بعمليه اسمها بوليمرايزيشن. يا ترى الحاجات الصغيره اسمها ايه؟ قول يا فرح. خلاص ايه ما سمعتش. لا انا ما قلتش. السؤال بيقول السمولر موليكيولز اللي بتكون الماكرو موليكيولز الحاجات الصغيره دي اسمها ايه؟ مونومرز. مين قال مونومرز؟ حنان؟ مين اللي قال؟ ما حدش قال؟ بجد؟ الاجابه يا شباب اجابه سي نمبر 1 اجابته سي.
مين جاوب اجابه مختلفه؟ لا مين جاوب اجابه مختلفه؟ شباب انتوا فاتحين نفس الصفحه دي بيج 5 الاجابه سي. حد معترض؟ البيولوجيكال ماكرو موليكولز بتتكون من حاجات اصغر، الحاجات الاصغر دي اسمها مونومرز. هو السؤال ده صعب ليه؟ ممكن اجاوب؟ طيب سؤال رقم 2، البروسيس عمليه اللي فيها المونومرز كومباين ويز ايتش اذر تو فورم بوليمر، العمليه اللي بيها بنجمع المونومرز عشان نكون البوليمر. قول يا عمرو. بوليمرايزيشن صح. السؤال الثالث، انت اسمك ايه؟ رنا. السؤال الثالث رنا هتجاوبه لنا، بيقول بيولوجيكال ماكرو موليكولز المركبات الكبيره ذات ار كومبوزد اوف سيفرال سمولر موليكولز اللي اسمها مونوساكارايدز. يا ترى المركبات اللي بتتكون من المونوساكارايدز كربوهيدراتس. مظبوط، برافو عليك. سؤال رقم 4 هيجاوبه لنا سيف، وسؤال بيقول يا سيف بيولوجيكال ماكرو موليكولز المركبات الكبيره اللي بتتكون من فاتي اسيدز وجليسرولز اسمها كربوهيدرات. لا الكربوهيدرات، براحه يا اولاد، الكربوهيدرات بتتكون من مونوساكارايدز، الليبيدز هي بتتكون من جليسرول وفاتي اسيد. ماشي يا سيف. هو السؤال بيقول لك هو ايه المركب اللي بيتكون من الجليسرول والفاتي اسيد؟ الاجابه هو الليبيد. تمام الاجابه بيها يا شباب. حد معترض؟ صعبة الاسئله دي؟ انا مش هحل لكم كل الهوم ورك. نرجع نمبر 4، بيقول هو ايه المركب الكبير اللي بيتكون من الفاتي اسيدز والجليسرول؟ الفاتي اسيد والجليسرول بيكونوا ليبيد. لو قال لي ايه المركب الكبير اللي بيكون من مونوساكارايدز هقول له كربوهيدرات. ماشي طيب نرجع يا شباب لبيج 1 وتعالوا نقرا مع بعض بيج 1. احنا خلاص قربنا نخلص بيج 1 يا شباب، وهنقرا الشيت مع بعض عشان اللي عنده مشكله. ايه انا لسه هقول لكم الهوم ورك في الاخر. افتحوا بيج 1. في اول بيج 1 بيقول ان جسمنا مكون من سيستمز اورجانز تيشوز سيلز اورجانيلز موليكيولز وبعدين اتومز، وبعدين بيقول لك الموليكيولز يا اما اورجانيك، والاورجانيك دي مينلي كربون وهيدروجين. بيقول لك بقى ان اديشن تو، يعني ممكن يبقى معاها اكسجين او نيتروجين او فوسفورس او اي حاجه ثاني. الناحيه الثانيه بيقول لك الان اورجانيك دونت كونتين كربون او هيدروجين، اكتب جنبها اور بوث. ممكن يبقى ما فيهوش كربون او ما فيهوش هيدروجين او بوث. بوث يعني ما فيهوش الاثنين. او نيذر عادي، او نيذر يعني ما فيهوش ده ولا ده، زي الميه وزي ال NaCl اللي هو بيسموه مينرالز. مينرالز يعني املاح. طيب نرجع لجنب الشمال عند الاورجانيك كومباوندز، سميناهم بيولوجيكال ماكرو موليكولز، او سميناهم، اكتب تحت بيولوجيكال ماكرو موليكولز، سميناهم بوليمر. عارفين احنا فين؟ احنا هنا الاورجانيك كومباوند سميناها بيولوجيكال ماكرو موليكولز او سميناها بوليمر. ماشي، زي مين؟ زي الكربوهيدرات اللي بتتكون من مونوساكارايد، زي الليبيدز اللي بتتكون من فاتي اسيد وجليسرول، زي البروتينز اللي بتتكون من امينو اسيدز، وزي النيوكليك اسيدز اللي بتتكون من النيوكليوتيدز. وكل واحد مكتوب لك من تحت الاليمنتس او العناصر اللي بتكونه. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ نقلب الصفحه. الصفحه دي يا شباب دي احنا اخدناها ولا ما اخدناهاش؟ دي احنا اخدناها. ايه ده؟ احنا اخدنا كل الكلام ده؟ تعالى نقرا كده. هو ديفينيشن واحد وهتلاقيه متكرر كتير. مش هنحفظ يا ابني، احنا امتحاننا اختيارات. لا مفيش حفظ خالص. بيولوجيكال ماكرو موليكولز، تعالوا نقرا مع بعض. يعني ايه بيولوجيكال ماكرو موليكولز؟ يعني لارج سايزد اورجانيك كومباوندز، يعني مركبات كبيره اللي هي بنسميها بوليمرز. المركبات الكبيره دي ميد اب اوف، يعني معموله من سمولر موليكولز، من حاجات صغيره، والصغيره دي بنسميها مونومرز. المونومرز دول كومبايند توجذر، متجمعين مع بعض بعمليه اسمها بوليمرايزيشن بروسيس. يبقى معنى كلمه بيولوجيكال ماكرو موليكول هو لارج سايزد موليكول، حاجه كبيره. الحاجه الكبيره دي متكونه من حاجات صغيره اللي اسمها مونومرز،
اتجمعوا مع بعض بكلمه اسمها ايه؟ بوليمرايزيشن. انا لو شايف السطر ده قدامي انا هعرف اقول الديفينيشن. البوليمر او البيولوجيكال ماكرو موليكيول هو حاجه لارج متجمع من حاجات صغيره اسمها مونومرز بعمليه اسمها بوليمرايزيشن. مفهوم كده يا شباب؟ طيب تعريف كلمه بوليمر ايه ده؟ هو مش هو البيولوجيكال ماكرو موليكيولز هو البوليمر؟ اه هو هو. تعال نقول كده تاني، البوليمر هو بيولوجيكال ماكرو موليكيول، اه ما احنا عارفين، متجمع من حاجات صغيره اسمها مونومرز بعمليه اسمها بوليمرايزيشن. الكلام ده في حاجه جديده؟ ما هو هو. طيب الكربوهيدرات هنقعد نقول نفس الديفينيشن ده تاني، بس لما نيجي نقول ان هو متكون من حاجات صغيره هنقول له اسمها مونوساكارايدز. يبقى هو لارج اورجانيك كومباوند او لارج سايزد موليكيول بيتكون من مونومرز او سمولر موليكيولز اسمها مونوساكارايدز. مفهوم كده يا شباب؟ الاربعه ديفينيشنز اللي جايين، الاربعه تعريفات اللي تحت هما نفس التعريف اللي فوق، بس هنقول لكل واحد المونومر بتاعه. يعني مكتوب الكربوهيدرات بايولوجيكال ماكرو موليكيولز ميد اب فروم من سمولر مونومرز اسمها مونوساكارايدز. مفهوم كده يا شباب؟ عند الليبيدز بيتكون من فاتي اسيد وجليسرول، عند البروتين امينو اسيدز، عند النيوكليك اسيد نيوكليوتايد. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ قبل ما تقلب الصفحه في النص كده تحت الكربوهيدرات مربع بيقول لك امثله للكربوهيدرات للنشويات اللي في حياتنا. شوجرز، يعني ايه شوجرز؟ سكريات. اه احنا عارفين سكريات يعني كربوهيدرات. ستارش، حبايب يعني ايه ستارش؟ ستارش يعني نشا، نشويات. انت لو رحت العم والعطار كده قلت له عايز نشا او دقيق اهو ده ستارش. واخر حاجه فايبرز، فايبرز دي نوع من انواع النشويات الصحيه. لو حد منكم سمع دكتور دايت في التلفزيون او حاجه يقول لك المفروض ناكل الياف وفايبرز كتير. ايه الفايبرز دي؟ مثال من امثله الفايبرز اللي في حياتنا، لما تشتري برتقانه وتيجي تقشرها، عارفين الابيض اللي جوه القشر بتاع البرتقانه دي فايبرز، ودي ماده صحيه رغم اننا بنقشرها وبنرميها، بس دي حاجه كويسه، دي حاجه مفيده. ماشي؟ يعني اعمل ايه يا دكتور بالمعلومه دي؟ دي امثله على الكربوهيدرات، امثله على النشويات. ماشي كده؟ طيب اخر حاجه هقولها، اخر حاجه هنشرحها وبعدين نمتحن. ايه ده هنمتحن؟ اه مش احنا قلنا هنمتحن في اخر الحصه على الشرح اللي احنا قلناه؟ نسيته؟ مش احنا قلنا كده؟ ما تخافوش، خايفين ليه؟ احنا قلنا ودي، اه النهارده ودي. اه بكره هننافس بقى. طب يا شباب هو حاجه مش جديده قوي، اعتبروا يعني ان احنا بنراجع. احنا اتفقنا ان المركبات اللي احنا بندرسها شكلها كده، والمنظر ده سميناه ايه؟ المنظر ده اسمه ايه؟ بوليمر، صح. والدلع التاني بتاعه اللي هو ثلاث كلمات بيولوجيكال ماكرو موليكيولز. برافو عليك، ده اسمه بوليمر او بيولوجيكال ماكرو موليكيولز. تمام، واتفقنا ان الراجل ده متكون من دي اسمها ايه دي؟ مونومر، صح. وكل بوليمر في اللي احنا درسناه المونومر بتاعه مختلف، واحد مونوساكرايد، واحد امينو اسيدز، واحد جليسرول وفاتي اسيدز وهكذا. طيب واتفقنا مع بعض انا وانتو ان انا علشان احول المونومر الى بوليمر بعمل عمليه اسمها بوليمرايزيشن. تمام، ايه بقى الجديد اللي انا جاي اقوله؟ انا جاي اقول لك انه لو انا عندي ثلاثه مونومرز، ثلاث كور، وعايز اربطهم مع بعض عشان اعمل بوليمر، شايفين الثلاثه دول؟ لما جينا ربطناهم بكام بوند؟ بوند يعني رابطه اللي في النص دي، ربطناهم بكام رابطه؟ اثنين. يعني لو انا عندي ثلاثه، الثلاثه دول يتربطوا باثنين. طب لو انا عندي خمسه يتربطوا بكام؟ باربعه. تاني، شايف انت عندك ثلاثه نقص منهم واحد يبقى هو ده عدد الروابط، لو عندك ثلاثه يتربطوا باثنين، لو عندك خمسه يتربطوا باربعه، لو عندي 10 يتربطوا بتسعه، لو عندي 22 يتربطوا ب 21. مفهوم كده؟ ماشي، حلو قوي. طيب والرابطه دي او البوند دي اتكونت ازاي؟ عارفين عمو الكهربائي لما بيجي في البيت ويجي يوصل لمبه كده بيجيب سلكه وسلكه ويقشر طرف السلكه دي وطرف السلكه دي ويربطهم في بعض، صح؟ يعني كانه بيشيل حته من السلكه دي وحته من السلكه دي. نفس الكلام هنا، عشان يا اولاد اكون البوليمر
المونومر ده هنفترض ان انا هشيل منه اتش وده هشيل منه او اتش. اتش و او اتش مع بعض يعني انا شلت ايه؟ H2O يعني انا شلت ميه بالظبط. كل رابطه بتتكون كل سلكتين بيعملوا رابطه عشان يتكونوا بتشيل ميه. فهم كده؟ يبقى انا علشان اكون رابطه سبب دي في دماغك عشان اكون رابطه بدخل لا بشيل ميه عشان اكون رابطه بشيل ميه عشان اكون رابطه بشيل ميه. طيب يبقى انا عشان اعمل الشرطه الاولى دي شلت من ده وده مع بعض ميه. طب عشان اعمل الشرطه الثانيه دي شلت من ده ومن ده ميه. يعني سؤال بيقول دول كانوا 3 مونومر صح؟ عملت بيهم كام رابطه؟ 2. شلت كام ميه؟ 2. مفهوم كده يا شباب؟ هكتبها لكم واسالها لكم تاني. النمبر اوف بونز عدد الروابط بيساوي النمبر اوف مونومرز ناقص 1. يعني لو انا عندي 3 مونومر يطلعوا 2 بوند، لو انا عندي 4 مونومر يطلعوا 3 بوند. مفهوم كده؟ عدد الروابط هي عدد المونومرز ناقص 1، يعني دول 3 عملوا رابطتين. طيب وعدد البوندز ده هو هو النمبر اوف ووتر. يعني حضرتك عملت رابطتين يبقى حضرتك شلت 2 ميه. اه يعني البوليمر ده لما هيتكون هيتجمع معاه زائد 2 ميه. طب انا عملت 3 روابط يبقى طلع 3 ميه، عملت 5 روابط تطلع 5 ميه. مفهومه اللعبه دي؟ مش قوي صح؟ تعالى اسالكم سؤال. لا لا انا مش واصل. دول يا شباب دول كام واحد؟ 1 2 3 4 5 يعملوا كام بوند؟ 4. يشيلوا كام ميه؟ 4 برضو. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طيب يقول لك بقى التفاعل اللي فوق ده عشان يحصل الرياكتنت. الرياكتنت يعني انا ابتديت التفاعل بايه؟ ابتديت التفاعل ان انا عندي مونومرز. طيب وايه البرودكتس اللي طلعت؟ ايه الحاجات اللي اتكونت؟ التفاعل ده اتكون فيه ايه؟ حاجتين، بوليمر ده الحاجه المهمه وشويه ميه. فالبرودكتس اللي اتكونت هو البوليمر زائد شويه ميه، والميه دي عشان ما تهمنيش قوي فبيسموها سكندري برودكت. سكندري برودكت يعني ناتج ثانوي. الصوت ده طلع منين؟ صوت النوتيفيكيشن ده من عندك؟ ماشي اعتبر ده انذار. يبقى تاني يا شباب عمليه البوليمرايزيشن هي العمليه اللي فيها بجمع المونومرز عشان اكون البوليمر، وبركز في انه لو انا عايز عدد الروابط شوف دول كام واحد ونقص منهم 1، دول 3 يبقى رابطتين 2 بوند، دول 5 يبقى 4 بوند. عدد الميه هي هي عدد الروابط. التفاعل ده بيبدا بالمونومرز ولما بيخلص بيطلع البوليمر ويطلع شويه ميه. طيب العكس التفاعل ده لو انا بقى جبت البوليمر وعايز افكه. العمليه الثانيه دي اللي هي عكس البوليمرايزيشن بيسموها هيدروليسيس. تعالوا نفهم كلمه هيدروليسيس. كلمه لايسيس اللي هي النص الاخير يعني كسر، يعني بريك داون. بريك داون يعني كسر، نكسر حاجه. هيدرو هيدرو جاي من هايدريشن يعني ميه. يعني انا عشان اكسر الراجل ده فاكرين ان انا وانا بكون الروابط دي كنت بشيل ميه صح؟ وانا بكسرها لازم ارجع لها الميه بتاعتها، عشان كده اسمها هيدروليسيس. هيدروليسيس ان انا هديها الميه بتاعتها عشان ارجعها تاني مونومر. لو انا عايز اقول ديفينيشن للبوليمرايزيشن هي البروسيس باي ويتش العمليه اللي فيها المونومرز ار كومبايند توجذر، المونومرز الصغيرين بيتجمعوا مع بعض تو فورم بوليمر. لو انا عايز تعريف للهيدروليسيس هي البروسيس اللي فيها البوليمر الكبير بوليمرز ار بروكن داون بكسرهم to get monomers. مفهوم كده يا شباب؟ تمام. طيب انا بقى لما اكسر الراجل ده علشان اكسره لازم اضيف عليه ميه، فالتفاعل ده الرياكتنتس بتاعته البدايه بتاعتي ان انا احط البوليمر ومعاه ميه اللي انا هكسر بيها، والناتج اللي هيطلع البرودكت هو المونومرز بس.
ومفيش ناتج تاني، مفيش سكندري برودكت. تعالوا نقرا الجدول اللي معانا. على ايدينا الشمال البوليمرايزيشن مرسومه الرسمه اللي بيها تقدر تقول الديفينيشن. في البدايه في مونومرز على سهم بوليمرايزيشن بيطلع بوليمر وبنشيل ميه. تعالوا كده نقرا الديفينيشن تحت خالص خالص اخر جمله. هي البروسيس باي ويتش مونومرز ار كومبايند توجذر تو فورم بوليمر. طيب ايه الرياكتنتس؟ ابتديت بايه؟ ابتديت بمونومرز. ايه البرودكتس اللي طلعت؟ بوليمرز وشويه ميه، والميه اللي طلعت على قد البونز. صح؟ انتوا معايا؟ انتوا معايا صح؟ ماشي. ايه السكندري برودكت اللي بيطلع؟ بيطلع شويه ميه ملهاش لازمه. الناحيه الثانيه هيدروليسيس، هي العكس. ممكن نكتب على سهم هيدروليس. ببتدي التفاعل ده بايه؟ بوليمرز وميه على قد الروابط. البرودكت اللي بيطلع هو المونومرز، مفيش حاجه تاني بتطلع، مفيش سكندري برودكت. الديفينيشن عكس الاولاني، هي العمليه اللي فيها البوليمرز الكبيره ار بروكن داون، بكسرها يوزنج ووتر، بكسرتها بايه؟ بالميه تو فورم مونومرز. حد عنده مشكله في الكلام ده يا جماعه؟ نقدر نرجع لبيج 1، ما تخافوش مش هنعمل حاجه يعني. نقدر نرجع لبيج 1 وعلى المربع اللي تحت ده شايفين السهمين دول؟ السهم اللي رايح ده اسمه بوليمرايزيشن، السهم اللي راجع ده اسميه ايه؟ هيدروليسيس. عكس البوليمرايزيشن صح؟ مش اللي بيكون البوليمر اسمه بوليمرايزيشن، يبقى العكس لو انا رجعت كسرته يبقى اسمه هيدروليسيس. مفهوم كده يا شباب؟ مفهوم؟ حد عنده مشكله؟ نفتح بيج 3؟ لا بيج 4. خش على الدوام بسرعه. نفتح بيج 4، هسيبكم 5 دقايق ونحل بقى. اللي عاوز يرجع للشيت وهو بيحل عادي مفيش مشكله، ده ودي ده النهارده بس. ماشي؟ انا هقول الاجابات يا شباب وكل واحد بقى يكتب لنفسه درجه وانا مش هبص عليها عشان النهارده ده ودي. تمام؟ طيب وقبل ما نمشي، الهوم ورك بتاعنا هي بيج 5 و 6. احنا اصلا حلينا 5 مع بعض، فاحنا بقى لنا صفحه واحده. اعرفوا بس يا شباب ان الليكتشر بتاعت النهارده دي انترودكشن كده. ماشي؟ احنا بنتعرف على بعض وبنحفظ اسامي بعض. ماشي؟ يعني احنا لسه ما دخلناش، ما غرسناش جامد. ماشي؟ ما تخافيش، زعلانه ليه؟ انا اسمي ايه؟ مارك. ماشي. انا مش هقول اساميكم عشان انا حافظهم واحد واحد. انا ممكن اقولهم لو عايز على فكره. اقول؟ عمر، سيف، محمد، احمد، محمد، اسلام، زياد، عمر، محمد. صح؟ صح. الاء، رنا، سلسبيل، حنان، حور، مارينا، غرام. صح؟ حنين، بسمله وحنين، فرح وساندرا. سقفوا لي يا اولاد. خلاص. شكرا. السؤال الاول بيقول biological macromolecules that are formed by combination of fatty acids and glycerols lipids. مظبوط. هتجاوبوا غلط؟ ماشي. process by which، العمليه اللي بيها العمليه اللي فيها الليبيدز are broken down، بنكسرها using water عشان نطلع الفاتي اسيدز والجليسرولز، اسمها هيدروليس. المنكم بقى ذكي شويتين. لو انا هقول لكم على تركيه صغيره كنت بعملها وانا في الكليه، مش وانا في ثانوي، كنت انا في الامتحان وفي معلومه انا مش فاكرها. ففرضا السؤال الاولاني انا ما عرفتش احله، بيقول ايه الحاجه اللي بتتكون من الفاتي اسيدز والجليسرولز. فجيت اقرا السؤال الثاني، لقيت في السؤال الثاني بيقول ان الليبيد لما بيتكسر بيطلع فاتي اسيدز وجليسرولز. فقمت رجعت على السؤال الاولاني وقمت حطيت ليبيدز. فاهمين؟ يعني ممكن المعلومه اللي انت مش فاكرها لما تقرا الاسئله ممكن تلاقيها في سؤال تاني. ماشي؟ طيب الاجابه بتاعت رقم 2 طبعا هيدروليسيس. طبعا الجمله الثالثه خلاص. اول حاجه اللي فاتت ولا انت اي حد تاني؟ خلاص انا مش هقول ان انت جبتها غلط. خلاص. الجمله الثالثه يا شباب بيقول all biological macromolecules contain carbon element only. الحاجه عشان اقول عليها بايولوجيكال ماكرو مولكيولز يبقى فيها كربون بس؟ لا، لازم يبقى فيها كربون وهيدروجين. ايه ده؟ مش دي يا دكتور الحاجات الاورجانيك؟ ما احنا اتفقنا ان اورجانيك مولكيولز هي بايولوجيكال ماكرو مولكيولز هي بوليمرز. تمام؟
اي كلمه من الثلاثه دول يبقى لازم يبقى فيها كربون اند هيدروجين، يبقى كده الجمله الاولى غلط. تمام؟ طب خلاص انا كده خلصت، ادور على الاجابه اللي فيها الفيرست ستيتمنت از رونج. اه بس لسه ما قرناش الجمله الثانيه، تعال نقرا. each chemical compound that contain carbon and hydrogen is biological macromolecules. اي حاجه فيها كربون وهيدروجين مع بعض اسميها biological macromolecule. ايوه ايوه، اللي فيه كربون وهيدروجين يتسمى organic او يتسمى biological macromolecule او يتسمى polymer. يعني يا دكتور الجمله الاولى غلط والثانيه صح، يعني الاجابه دي. The first statement is wrong, the second statement is correct. سؤال 4 سهل، بيقول لو انا عندي بوليمر بيتكون من 10 مونومر هيطلع كام كومباوند؟ هيطلع كام ميه؟ هيطلع 9. تمام، رقم 5. تعالوا بقى نشوف 5. حد جاوب رقم 4 غلط؟ لا. طيب رقم 5، السؤال بيقول all organic molecules contain hydrogen atoms. الجمله اللي انا قريتها دي صح ولا غلط؟ كل الاورجانيك كومباوندز فيها هيدروجين، صح ولا غلط؟ صح. مش احنا قلنا ان كل الاورجانيك كومباوندز فيها كربون وهيدروجين؟ يبقى لو انا قلت لك ان كل المركبات الاورجانيك فيها هيدروجين صح، فيها كربون صح، امتى الجمله دي تبقى غلط؟ برافو عليك. لو انا حطيت في اخر الجمله اونلي، لو قلت لك all organic molecules contain hydrogen atoms only يعني هيدروجين بس، غلط. هي مش هيدروجين بس، لكن لما اقول لك ان فيها هيدروجين صح. يعني مثلا عمر، انا اقدر اوصف عمر اقول لكم يا جماعه زميلكم عمر لابس نظاره، صح ولا غلط؟ صح. هل ده معناه ان هو لابس نظاره ومش لابس حاجه تاني؟ لا، لابس حاجات تانيه لكن لابس نظاره، صح؟ اه صح. فاهمين اقصد ايه؟ انا بهزر يا عمر. طيب يعني كده الجمله الاولى صح. الجمله الثانيه بتقول mineral salts، mineral salts يعني الاملاح، الاملاح are considered organic molecules organic compounds. الاملاح دي بتدخل في تركيب جسمي، مش احنا قلنا ان ACL من شويه وطلعناه ان organic؟ يبقى الجمله دي غلط. يبقى الاجابه C، the first statement is correct والسكند statement is wrong. حد عنده مشكله يا شباب؟ الهوم ورك ده هنصححه في بدايه الحصه الجايه، وهيكون في كويز على الحصه اللي فاتت. شكرا يا شباب.